على أرض الواقع لعبة الحبار تجمع مشاركين من نوع مختلف وتجربة عربية لتحديات حظيت بشعبية عالمية لإنتاج نتفليكس الأضخم سكويد جيم. الزميلة أشواق العطولي خاضت هذه التجربة في أبوظبي. خلينا نعرف إذا كسبت ولا خسرت ولا رجع بالفلوس ولا عملت إيه. نتابع ما على هديهم. من دون ديون أو مشاكل عائلية أو ملاحقات قانونية، مجموعة من الشبان وبكل لهفة قدموا للمشاركة في لعبة الحبار سكويد جيم على أرض الواقع، ولحسن الحظ من دون نهاية دموية. المسلسل الكوري الجنوبي سكويد جيم الظاهرة العالمية على منصة نتفليكس دفع بمئات الأشخاص في الإمارات للتقدم طوعاً لخوض التجربة التي يقيمها المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، ووقع الاختيار على 30 شخصاً، كنت أنا من ضمنهم. هناك ألعاب تقليدية وشعبية للأطفال من الماضي للحاضر ومن دون عنف. نظمنا هذا الحدث لفهم الألعاب الكورية وتلقينا الكثير من الدعم والترحيب من عامة الشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة. الجنود الورديون بإقنعتهم السوداء التي تحمل رموز لعبة الحبار منتشرون في المكان، قمصان خضراء بأرقام وزعت على المشاركين بعد التعهد بالالتزام بشروط المسابقة تماماً كشروطها في المسلسل، ولا مجال للانسحاب. بدأنا المشوار بلعبة دمية الفتاة العملاقة وصوتها المهيب وعبارتها. وقد تكرر مشهد المسلسل وتم إقصاء أغلب المشاركين الذي يبدو أنهم اعتقدوا أنها سهلة للغاية، فخرجوا من الجولة الأولى. تجربة جداً جميلة. توترت وايد من أول لعبة، عشان تي خسرت من أول لعبة بعد مع شوق. بعد لعبة الدمية لعبة السكر ورسوماتها المثلث والمربع والدائرة، وكان الأصعب من نصيبي شكل الوردة. الوضع كان فيه الكثير من التوتر، فالوقت يمضي والجنود على بعد طلقة غير حقيقية، فكان لابد من التفكير والتفكير والبحث عن حل. وكما في المسلسل بحثت عن حل ونجحت. المسابقة انتهت بفوز الشاب يوسف في تحدي التقجي أو الورق الملفوف، اللعبة التي كانت في المسلسل نقطة البداية إلى لعبة الحبار. لقد فعلتها. لعبة التكشي كانت أحد أشهر الألعاب في مسلسل الحبار الذي أصبح ظاهرة عالمية، والسبب هو لفوز المال. أشواق العتولي، العربية. ونحن سنلعب معكم مباشرة أحد أشهر التحديات في مسلسل لعبة الحبار، لعبة التكشي والسكر. تكشي والسكر، صحيح. طبعاً جبت لك الألعاب هني، هاي ألعاب تقليدية كورية كانت جدا مشهورة أيام السبعينات والثمانينات، واللي كانت سبب الضجة في المسلسل. شو حابة نلعب؟ في عندك؟ هلا أول شيء أنا بدي أنوه إنه أنت صار لك يومين عم تتدربي عليهم، فهذا مش عدل. لا يعني صح، كان في عندي تجربة سابقة للأمانة. فطبعا أشهر لعبة اللي كانت حصلت ضجة هي لعبة السكر الدلقونة. أيوة. اللي مثل ما أنت شايفة لازم تعطينا الشكل بس بالإبرة بس بدون ما تكسريها. أوكي. إيه. التريك اللي طبعا انا استخدمتها انت شايفه في المسلسل، انا شايفه جايبه ميتك بدك تغسلي اكزاكتلي على اساس انا احط الابره في الماي غمسها وبعدين ان نحطها. فما ادري انا هاي جربتها اوريدي كانت جدا صعبه. هذا الدبوس وهي السكر. يس. حاولي يا لميس، عندك يلا هحاول. عندك ثانيتين. لا بس ما فيك تسويها وانت على الهواء، يعني ثبتيها على شيء. اوكي. اي تحتاجي مي؟ اكيد يعني مش رح اخليكي تفوزي. انا ما رح اجرب صراحه لانه هاي صعبه جدا، ف رح اخسر ورح اوكي اسمع هاي بدها وقت كثير. yes. خلينا نروح على اللعبه. اوكي okay. اللعبه الثانيه اللي هي okay. التقشي okay. والورق الملفوف مثل ما انت شايفه، وحنستخدم بس انا وانت اللي عندك. نحطها على الارض، كانت طبعا في بدايه مسلسل الحبار اللي كانت الدخول للعبه. نحط التنتين ولا واحده؟ لا نحط واحده وانت تمسكي، انا الزرقاء وانت الحمراء. تمام. اوكي لازم بكل قوتك تضربيها على اساس انها حجرب. يس.
لا والله قلبت الحمراء. طيب بزبط؟ لا لا تقلبين الزرقاء. فانا راح امسك هاي، انا لازم احاول. والله انا سويتها. لا انت تاخذي الحمراء الحين. اوكي اوكي، واضل اخبط الزرقاء. اعطيها شكلنا لنهايه الحلقه انا وانتي اللي ما لا لا ما في نصيب شكله. اي بس هاي اللي كانت اشهر لعب. في كان عندك كمان طبعا لعبه ال، وجايبتي لنا الفلوس هدول اذا يس يس مثل ما انت شايفه الكوريين ون اللي كانت موجوده في هون معنا الفلوس اللي يلعب معنا ويربح. يس خلينا نشوف كم قيمتها. هاي 50 دولار عندك 10 دولار. أوكي. شو رايك؟ خلص اوكي خلاص.